مسألة الخرائط تقدير التقرير هي مفاهيم كما وأنا لست معه، هي ترجمة حرفية لفيدروت معناتها هي من القاموس الفرنسي وليس في القاموس السياسي التونسي، هي ترجمة لما أنتجه عقل آخر سياسي آخر. وأنا أرغب في أن الحديث على كيف ستكون المرحلة المقبلة، هل ستكون بطبيعة الحال وفق المنظومة القانونية الحالية والدستورية برمتها، أم أنه سيكون هناك تغيير شامل لمنظومة الحكم بما فيها تقريبا أهم باب هو الذي يثير مشكلة في دستور 2014، هو باب السلطة التنفيذية والتشريعية. السلطة التنفيذية كما تعلمين هي القسمة، يبدو أنه هناك رغبة ونية في الخروج لتجاوز هذا وتعديل توحيد السلطة التنفيذية، توحيدها مش نعم توحيدها السلطة التنفيذية وفي يد رئيس الجمهورية، وبالتالي تغيير مفهوم الحكومة إلى مجلس وزراء ورئيس وزراء، في ذات الوقت أن يكون هناك مجلس نواب قوي بما لا يدخله إلا النزيه والكفؤ والمقتدر، ويملك آليات لرقابة رئيس الجمهورية كأن لا ينحرف ويخرق الدستور والاستبداد بطبيعة والميل إلى الاستبداد. وهذا لن يتم بهذه المنظومة القانونية، هناك مراحل ينبغي اتباعها تقنيا. تقنيا هو أنه لم يكون هذا إلا بقانون تنظيم سلطة مؤقت، ما هذا أحد الخيارات الأولى والأساسية. هذا التنظيم بطبيعة الحال لمدة معينة، سوف لن يكون المدة هذه يستغرقها ممكن تكون 6 أشهر المنصوص عليها في فترة الطوارئ من هنا، يعني من أوت إلى جانفي 22، هذه الفترة تتم فيها إعداد ممكن مشروع تنقيح البابين كما قلت، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وإصدار قانون لتنقيح تنقيح قانون الانتخابي القديم وبالتالي تعويله بقانون جديد، ونمر إلى مرحلة جديدة وهي انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، ونكون بالتالي في هذه المرحلة قد شرعنا في تأسيس أركان الجمهورية، جمهورية جديدة وجمهورية أخرى. واضح. هذه كلها فرضيات قانونية. فرضيات ولا. هل تعتقد أنه سيقع تعليق العمل بدستور 2014 والرجوع إلى الدستور الأول، ولا شكون شي يصير بالضبط على مستوى الدستور؟ لا أعتقد أنه هناك نية الرجوع للدستور الأول. ولا أعتقد أنه سيقوم إلغاء دستور 2014 برمته. تنقيحات؟ العودة إلى دستور 1950 غير واردة. لماذا غير واردة؟ لأنه هناك عديد الحريات التي لم يضمنها دستور 1959 وقد ضبط يعني حماها دستور 2014، لا يمكن التراجع عنها. وهناك كذلك مسألة استقرار القضاء الذي لا يمكن التراجع عنه، وهناك مسألة أخرى هي مسألة المحكمة الدستورية. لا أعتقد أن هناك نية للتخلي على المحكمة الدستورية والعودة إلى نظام المجالس الدستورية كما هو كان موجود في دستور 59. إذن هناك أبواب وكذلك باب السلطة المحلية. يعني لقد تجاوزنا وقتها المركزية المفرطة التي أقرها دستور 59، والمشكل الأساسي في دستور 2014 هو في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فقط. سيقع العمل عليهما ويقعدون عمل بنفس الدستور. إذا كان يكون هناك تنقيح جوهري وعميق سيمس هذين البابين فقط في تقديري. واضح.